بما يخص الكلمات اللي نكتب، والله اللي فت والله اللي فت عدلتي لليوم نكتبه لراسي ما يكتب لي حد. بكل اللي انت تخرص لك الواقع ما لي يخلك شي تكتبه. وبالنسبة لعمق الكلمات هو أصعب شيء، بكل أنت لابد ذي اللي صنت لك يحس ذو الكلمات اللي تقول. بالنسبة للحد توف لا يوزن شيء من الكلام يقوله، هذا بسيط يا قار. المهم عمق الكلمة اللي ليه هي يتلقاها الشخص ويحس بيها، يعود أي واحد اسمع الأغنية والله اسمع الكلمات يحس بيهم ويحس عن هذا يتكلم عنه. نبغى نشوف بلادي نعمة ما فيها البطالة، نبغى نشوف بلادي فيها الصدق والعدالة، نبغى المظلوم يرجع له حقه القبض والفلان، نبغى نشوف الظالم يقضي عمره ورا القضبان. وبالنسبة انت بدأت نعدل الراب، انا لياسر كنت نكتب ولا نعود انا وتوه راب فعلا نكتب شي من الكلام، والله نشوف 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 رواية تعبر عن الواقع نكتبها وبشكل موزون ونخليها عندي، مرة نسمعها لأصحابي مرة، وإلى حتى اليوم أنا ما نحسب راسي من 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 رابيرات ولا هذا. بيلي عندي ياسر مشي الحمد لله أنا وشاكر له واحد فيه، ولا هو من أولوياتي غير أي وقت قديت نجبر بيها فرصة نوصل بيها رسالة، والله أنا نعدل بيها أي رواية في ذا المجال نعدلها، غير ما هو الأولوية عندي وصراحة ما نصايد. طبعا فم عدة أغاني نشتغل عليهم يا قار، المشكلة لا الوقت، وكيف ما ذكرت عني أنا ما هو الأولوية عندي يا قار، أي وقت صبت نحاول نسجل والله نحاول نصور والله نحاول نعدل الرواية إن شاء الله، وفيه فيه فيها أغاني إن شاء الله وجايين. بالنسبة للمقطع اللي نخليه توف اللي نخلي إن شاء الله هم مفاجئين إن شاء الله توخذ الأغنية. بالنسبة للمغترب هون في أمريكا ما فايتو شيء، ما نظل اللي قاعد يجبر الأخبار سابق أهل موريتان، به اللي دائما عينه على الوطن ودائما تجبعهم جمعين يشدوا ذا أخبار للي خالق. بالنسبة للتكنولوجيا ما تلحد فايتو شيء، وهم اللي بالنسبة للناس اللي بالخارج هم اللي عندهم إمكانيات أكثر عنهم يوصلوا صوتهم وعنهم يحاولوا يعبروا عن اللي ما قد المواطن اللي قاعدهم موريتان يعبر عنه. بالنسبة للرسالة اللي نبغي نوصل للشعب، عن يعود أيد واحدة وعن يعود متضامن وعن يعود متحد وعن يعود متخاوي باش قد يتقلب على اللي خالق له، وباش قد يعود عنده القوة اللي يواجه بيها رواية متن من طاقته. وبالنسبة للناس اللي مسؤولة عن ذاك الشعب اللي فم، وبالنسبة للناس اللي حاكمة ذاك الشعب وحاكمة زمام الأمور، اللي نقول لهم اللي قلت لهم في الأغنية السابقة سابق تبني لقصور من مال الشعب، يلا تتخمم ما قاد الشي والدنيا تدور العقوبة في قبر مظلم، تخمم بالشعب اللي محقور عايش بلا كرامة، تخمم باللي مفرش كرطون ويوكل من القمامة، تخمم بالمظلوم، تخمم باليتامة، تخمم بمرأة مزروقة في خلوة، تخمم في القيامة. نبقى الحقوق تساوي يعود عندنا تعليم وطب، نبقى المسؤول يفهم عن هذا ماله حق الشعب وعنها الدنيا زايدة وعنه ليه هي القرب وعنه نهار متين وعنه خلاص متن وصعب. بالنسبة لنظرة الموريتانيين للراب بدأ إياك يوصل رسائل، إياك يتكلم عن معاناة الشعب المهمش، والله الفئات التحتانية من المجتمع اللي ما عنده حد يوصل صوتها. وبالتالي بدأ الراب بهذه الطريقة، بدأ في الشارع، بدأت الناس تتكلم عن واقع حال اللي تعيشه، إياك يوصل الفوق. وبالتالي نتنين خلصوا ذاك القرب، وخاصة أمريكا
ما تلاوي قانون ذيك المرحلة تخطاها عادي كلها يقني أنا عندي الفضة وأنا عندي اللباس وأنا عندي كذا معناه كي تقوم أنت موريتاني وتلا تقني بنفس الأسلوب اللي يقنوا به هم هم عندهم ياسم مشاكل فاتوا تخطاهم وفاتوا الناس ما يصايب لك ما يديتم قاعدة تصنت الحد يقولهم وتي زينة واللباس زين وسروالي زين الناس دور رواية تسمعها تحس بيها وتشوف فيها روسها ما دام رب فيه رسالة ما دام رب فيه توعية الناس اللي هي تميل شعور أكثر ما دام الصلاة كيف تنقولوا كيف يقولوا الوسط الفني الشوبيز كلها ينعت عنه بفضته بهذا موريتانيين ما هم ليه يصنتولو والله إذا عادوا يصنتولو ما هو ذلك بيلي عندهم ياسر مش مازالوا يبقوه حد يعالج والله حد يتكلم عنه وشكراً سابق تبني مقصور من مال الشعب يلا تتخمم ما قاد شي والدنيا تدور العقوبة في قبر مظلم تخمم بالشعب اللي محقور عايش بلا كرامة تخمم باللي مفرش كرتون ويوكل من قمامة تخمم بالمظلوم تخمم باليتامة تخمم بمرأة مسروقة في خلوة تخمم بالقيامة نبقول حقوق تساوي عود عندنا تعليم وطب نبقول مسؤول يفهم عن هذا مال وحق الشعب وعنها الدنيا زايلة وعنه لا هي القرب وعنه نهار متين وعنه خلاص متن وصعب.